قول لي يا سلام. اوه قلب ما قلب، شو هاي دقات قلب؟ شنو هاي؟ طب سوون جديد. يا سلام قول لي. يا سلام عليك، اشي باللوز، خلونا نشوف هذا الطبسون يا جماعة. اوكي انا والله بالطيبين، كيف حالكم؟ ان شاء الله كل شي باللوز. جيناكم مقطع جديد. يب 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 شوي فيك برضه معلم. هلا ايوه يلا يلا خلصت ولا لا؟ تمام. هلا طيبين، كيف احوالكم؟ شو رايك تشبه اللوز اليوم؟ مثل ما انتم شايفين عندنا هذا الطبسون، طبسون التبسون التبسون العملاق الناري. اوكي بالنسبه للسمات تبعيته عندنا هون في واحد ضرر واثنين معدل اطلاق النار، شكله باللوز. اليوم ان شاء الله رح نحاول نحصل عليه ونجربه باذن الله تعالى. اوكي اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي. اول لفه، طبعا لفه معليه، اول لفه 75 جوهره صراحه اشي نايس. لا بلا فكرت طلع لي السند، او لا طلع لي، فكرت طلع لي سكين. اوه ثلج جديده. اوه سمعت من الجواز يا جماعه. اوكي اوه في 100 جوهره كمان. اوكي عندنا هي الثلجه درج لو مملوح، حصلنا عليها. اوكي والله الثلج مش بشي بس اوكي الثلج. وعن شوفي يعني عنه هون زلاجه كمان فيه، هي بكل كل الاشياء اللي كان معه. اوكي هاي كمان معلم الدربه هنا، شوف شو طلعنا التبسون، ما طلعنا التبسون. ضرب هاي ما في تبسون، ما طلعنا التبسون. شو طلعنا هالتبسون التبسن التبسن؟ قول لي تبسون ولا ما في تبسون؟ تبسون لا يوجد تبسون. يلا يا تبسون تومسون تومسون، ايش عم بقول تبسون معلم؟ يا الهي تومسون يا الهي تبسون يا ول او برو مو حابب يجي تون. هلا معلم والله هو ثلاجة يا زلمه، ايه القرف ده؟ اوكي طلعت من الثلاجة هلا. اه معناتها لازم نصفى ال 100 يعني نصفى تصير مخطط يعني هذا 100 يطلعنا هيك 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 شاكك. لحد الان شباب ما طلع لي 100 جوهرة، لحد الان ما طلع لي 100 جوهرة. او لو تبسون لا حاول ما بده يطلع، ايه القرف ده؟ اوكي شو عم بيعطوني؟ اه بيعطوني توك تبسون. اوكي حلو يا سلام. والله يا جماعه يا اخي ما اعرف غيرت في الطقس، واحد بياكله يمكن اكل المرضى شباب. المهم سلام قول لي. هيا 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 اوكي ليش دمعت؟ اوكي نشوف. طلعنا تبسون ليه تبسون ولا ليش عيب؟ لا ما اتفقنا هي تبسون. ايوه لا حول هو ده ولا بالله، ايش فيه التبسون؟ يكون طلع لي ولا مالي خبر؟ لا ما طلع لي، بدنا نشوف. قول لي لا معلم لا برو What the hell؟ ايش شنو؟ يلا هو. ول 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 يخرب بيته. ول ول ما بدو. هلا هلا هلا. يو. او خلصني يا زلمة. يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا جماعة. والله يا شباب ما بعرف علم دائما دائما والله شايف حظنا اليوم بيض. تونو لا لا حول ولا قوة الا بالله. ابني والله مو ناوي يطلع اليوم. يلا يا اخي يلا يا اخي. هلو لا هيك كثير ولو. يلا يا زلمة يلا بده يطلع يا شباب. ايش في؟ لا اليوم انا السبب الظاهر، اليوم انا يعني الحظ يعني فهمت علي شلون؟ ايه القرف ده؟ يا معلم لا حول ولا قوة الا بالله. الله هو واخيرا واخيرا يخرب بيت سنتك يا جدع. اوكي طلعنا السبسون حلو.
ايوه هذا هو المنظر الاول صراحه ما شفته انا. المنظر الثاني طبعا هذا الاول بيعطينا هيك السمات. المنظر الثاني بتفتح بتشيل هي سلاح التحميل. اوكي مظهر تاني معلم ما في فرق كثير بس لا والله ايه بس فرقة اللي هي فوق. اوه هون بتغير شكله صراحة والله شكله اسطوري الطبسون يا جماعة سلام. اوكي منظر الخامس شلون صار بالتطوير؟ هذا هو على حاله بس على حاله. السادس بكي تغير شكله تأسي اوه شلون طب وعل ول 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 بس شكله تغير ولا شلون؟ اه مظهر جديد. السادس صار منظر جديد سلام والله شيء مرتب اطلاق مست شو يعني بس نشوف السادس راح نشوف على اليسار. لا بس شوف الرخصة قولي قولي مظهر جديد. هذا المظهر الجديد تبعه اوه ديم برو ديم ديم. اوكي على اليسار شو بكتب لك؟ اطلاق باستمرار من طلقات وفي غضون المدة المحددة اضرب عدو مرة اخرى للحاق ضرر اضافي. ايوه حلو. اوكي تعالوا نجي على المتجر نشتري شيء كم صندوق من هذول الطيبين. هذول اشتري شيء نشتري هذول نفتح ال 20 نشتري كمان هذول معنا مع الخصم هذول كمان نفتحهم على رواق. ايوه لوز. اوكي انا 63 نفتحهم كلياتهم على الخفيف نشوف شو طلعنا شيء 10 يعني بيطلع 10 توكنات حلو. انا دائما انا بحب افتح بالصناديق يعني اطوره بالصناديق لانه بلاحظ انت وحظك يعني ممكن يطلع لك هذول على 10 تطور فيه يعني مرتب يعني يعني يجيك تطوير ارخص هيك. المهم خلينا نطور شباب. سلام عليك طبسون ارفع افتح اضرب ايوه ابلع. لقينا بالاربعه وكم صار بالخمسه؟ والله حلو يعني تخمه 63 صندوق قدرنا نطور فيه المستويات للخمسه باقي مستويين قدرنا 400 نشتري كمان شويه صناديق ونطور. وهي 21 وهي كمان 21 افتح 42 شوي يطلع لنا عشرات او في عم بشوف عشرات حلو نايس. ما كفى نشتري كمان شويه صناديق نفتحهم هذول كمان حلو. اوكي تقريبا 40 صندوق فتحنا تقريبا 400 حلو نطور سته كمان نايس حلو. الليفل السابع بده 600. اوكي نفتح هذول اللي اشتريناهم كمان لازمنا كمان ايوه نايس. الان الوضع صار باللوز اعتقد حلو 63 زياده. اوكي طور الليفل ماكس ليتس جو سلام. اي 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 شوف الافكت معلم شو عم بيجي عم تحس هيك الحوادث صار افكت تريس ريسي لبعض حلو ترقيه تمام تزويد نقدر نزود اه لازم نروح نزود الرقصه هنيك وشوف الرقصه يا شباب اصبر شوي نرجع الأسلحة. وين كنا؟ متجر الأسلحة. وين الرقصات كانوا؟ اوه انا شايف شبالي بصحصح يا جماعة مرضان واخوي مرضان وحبيبي والله. اوكي وين الرقصات يا معلم؟ اي رقصات وين؟ هاي ايه طمانو يا سلام عليك. سلام معلم. نعمل كبسة كبسة البعبع معلم ايوه هيك بام وشوف الوضع شلون؟ ايوه والله شيء باللوز. يا بوي الو هل تخلوا نشوف نجرب شباب ليتس جو نشوف شو الوضع معلم جربوا الليفل ماكس نشوف الوضع شلون. اوكي هات لنشوف الطبسون. الطبسون اين هو الطبسون؟ ايوه الطبسون اين انت لا اراك. هذا هو الطبسون تومبسون تومبسون تومبسون. اوكي ما هذا الشكل شباب هذا الشكل اللي هيك صاير. اوكي ما هذا نشوف شوف 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 الايفكت لما بضرب على اللاعب شو الايفكت طالع طالع حلو. اوكي اوه نشوف الرقصة هيك معلم هيك وشكله شلون طالع. ديو واو والله باللوز. خلينا ندخل نشوف الوضع شو معلم. حاب اشوف الافكت لما نقتل اللاعب شو شكله. السلام عليكم شباب. اي ابو الشباب الو وين جاني هذا؟ اوكي هذا نشوف واو شوف شوف الافكت شو طلع والله نار. مالو هذا ميت؟ السلام عليكم حبيبي، ايش فيك انت متشطح هذا شكله معلم؟ شلون علاقة بشري؟ ايش في؟ شو عم بيصير معك؟ كيف شباب شكله من ال 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 قول يا زلمة قاعد معلم شكله هذا عينك يا اخوي. اوكي هي واحد وراي اوه اه انت كمان مو هيك؟ ايه شلون؟ شلون معلم انا كمان عديت من هون وهيك صار مثلي مثلك يعني طلع عينه. ايه شلونك انت؟ ان شاء الله كل شيء تمام؟ ممكن اجرب التبصر على راسك؟ امزح
نمزح نمزح. اوكي انا شو بكمل بالطريقه تجيب التبسوطه وانا بضرب 16 وضربت هيك معلم الحمراء شوي. نشوف الضلع الضربه هي حاب اشوف الضربه. انا جاب ستاره. اوه والله الافكت مشتغل عليها شغالين على الافكت. هات لي نشوف. السلام عليكم شباب شلونكم شو عم تعملوا؟ فل ايوه. اوه نايس. ايه الشباب قولي بلا ايه ما يطلع لي. واو شباب لا 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 يا الله صراحة نوعا والله حلو يعني في افكتات حلوة وكل شيء مرتب. بس نشوف صاحبنا ذاك ساعتها ميت ساعتها بالارض. الله يعينك يا برو يخربته ذاك غدرني وانا بتفرج على لا هي واحد ركب بالارض. ايش في ايش في شو صار فيه يا اخي شو عم يصير ليش لاعبين بالارض ايش في. اوكي طيبين ايه بيقول تم اقتنعني ما تغزل الشباب والله ما بقدر اكمل اكثر بس ولكن ما شاء الله يعني سكين ماش بشي حلو سو طيبين الله يسعد ليكم شوفوا على خير اتمنى لكم يوم سعيد وجمعة مبارك على الجميع ونشوفكم بمقاطع جديدة و السلام عليكم.